هي اسمها سريعة وهذا اسمه زكي، بس امه مو ام زكي، هي صحيح تشبهه كتير بس هي مو امه. سريعة وزكي بيحبوا بعضهم كتير كتير، بس امه لسريعة قوية 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 وما بتحبه ابدا لزكي، كل ما يجي لعنده بتقلعه. يا بنات بتديروا بالكم على الاولاد منيح بغيابنا. ها حاضر يا ماما. يلا فوت يا ما فوت. مرحبا يا مو، شو بلاقيكم رايحين؟ ايه رايحين يا مو، ان شاء الله مبروك يا عريس. الله يبارك فيكي خالتي ام زكي. لا تباركي له ام زكي، لسه بكير ما صار شيء. شرفي شلونك اختي؟ شلون صاري؟ منيح. يلا يا بوران. مع السلامه يا مو. مهونه شو دلا؟ امك وام زكي وبوران رايحين لبيت لطفيه ما هي؟ لا مو رايحين لبيت لطفيه، مو رايحين لبيت ست الحسن والجمال. شي؟ لكن لوين رايحين؟ رايحين لبيت فريال خانم. ما نقلع زولي، نقلع من وشي. اي رح نقلع. اخي هن رايحين على السوق يشتروا خاتم بعدين يرجعوا على بيت لطفيه. ايوه قلع لي. فوتي على اوضتك انا بفتح. يبلي يا بحم على العادي ساعه لا تفتح الباب. مي انا ام زكي، افتحي فريال معي ضيوف. ومين هالضيوف بقى؟ لك معي سعاد خانم وبنت بوران. شو بك يو؟ وشلون جايين لعندي؟ مو على اساس بيتنا ما بينداس. لك ساعة بتلطعين على الباب مو حلوة بحق سعاد خانم وبنتها. امشي بوران امشي. تعي لك سعاد خانم، سعاد خانم لك ارجعوا. بوران بوران بوران. ليك بحمى يا فريال، ليك بحمى شقيتك الى الله لا يغفل عنك. عملنا اللي علينا وما عاد لأبوك حجه بنوم بنوم. شو يا مو؟ بلاقي رجعتك قريبه. مشي الحال يا مو، طلبتوها للطفيه؟ يطلبها عزرائيل ان شاء الله هي وامها. لك شفتي شفتي شو عملت؟ ما فتحت لنا الباب المقوصه. اخ اخ لو يعرفها ابوك على حقيقتها ما كان فكر ياخذ بنتها لاخوكم، لكان بده يناسب الزعيم على حسابي. لا مو صحيح. طيب ليش ما فتحتي الباب؟ صدقيني كنت بدي افتح الباب بس حبيت اتسلى فيها شوي وتقل حالي عليها، يعني ما بيطلع لي. مو عيب عليكي، هي سعاد خانم جايب رجليها لعندك بعد كل اللي صار بيناتكم، تعملي معها هيك عمله؟ شو ذنبها بنتك؟ اه بدك تقطعي بنصيبها انت؟ ايه هي الكهينه ما صدقت اتاخر بفتح الباب حتى حملت حالها ومشيت. لك شو بدك اياها تترجاكي لتفوت بيتك مشان تخطب بنتك لابنها؟ يعني شو ما عليكي بس الله ينتقم منك. اصلا انت ما لازم حدا يناسبك يا قليله الذوق، خاطرك ان شاء الله معافى. الله يعافيك ابي عصام. هات انيت درور. حاضر يا ابي. ترجع لعند مني بعد جمعتين خليني اكشف لك عليها وان شاء الله معافى. شوف اخي هذا الدرور بترش منه كل يوم المساء وبترجع ايدك تربطها نفس الربطه اللي ربطتك اياها انا. اي ان شاء الله معافى عمي. امسك قديش تعمل حكي يا رب. طعم خاطرك ابي. ابي كفو كفو. نعمه كريم. الله معك. معافى عمي معافى. شبكوا لها؟ شو صاير لها؟ أنا يا بي؟ لا أنا اللي صاير حايس ولايس ولا مركز بشغلي ولا لشي. شبك؟ ما في شي يا بي ما في شي ما في شي. قلت لي
انا واصل مشوار عند بخيري طنبرجي ومن عنده رايح على البيت، بدي اشوف امك شو صار معها. ايه يا بي الله معك، ولا تاكل هم الدكان بنوم. شو شايفك شرقت؟ ضحك سنك هلا؟ يلا بي برا الدكان ارد عليك. امرك يا بي، مع السلامه. احلى عمو احلى كم احلى هيك يعني احلى. أهلين يا بي الله يرضى عليك. يعطيك العافية يا بي. أمك وأخت البورا رجعوا من عند الجماعة؟ إيه إجوا قاعدين جوا بالمربع. في عندنا حدا؟ إيه عندنا خالة مزكي. إيوه مزكي يا بي مزكي مزكي الله يرضى عليك. طالع ولا فوق دور. إيه على راسي. ابن عمي سريع، اللي بتعرف إنه نحن رايحين نطلب إيد بنتها اليوم؟ شو عم تحكي أنت سعاد؟ معلوم تعرف؟ وقرانين فاتحت انا والزعيم وخالصين ومنتهيين، وهو عاطيهم خبر مشان يقوموا بواجبك. لا وقامت بالواجب ما شاء الله حولها. شو في لك سعاد؟ احكي لي شو؟ ابن عمي تركتنا ملطوعين على باب سقاق وما فوتتنا، وصار الرايح وجاي يتفرج علينا طول شحادين، مو هيك؟ شو هالحكي؟ هات لاحلف لك على المصحف، حتى ام زكي كانت معنا شحاسالها اذا بدك. انا من شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرف يا سيدي شرف. الله يديم شرفك يا الأخو. تسلم يا نجمي. كيفك عقيد؟ عبد الوهاب هذا أنت؟ إيه أنا جاي أطمنك. سلاح وصلوا أبو حنا وأبو علي النابلسي بخير وأمان، وصار بإيدين الشباب، ويا ريت تطمن الزعيم بهالشي. إيه هلا ارتحت. وامتى النقله الثانيه باذن الله؟ حسب الهمه زعيم. بهالكم يوم رح نعمل مكوك عم سهري ابو عصام على زعامات الحارات ونشوف شو لموا مصاري. صحيح ابو عصام ما شفته اليوم، له بالعاده يمر لعندي الصبح ويسلم علي. هاتي لشوف احكي لي شو صار معك؟ بشو ابن عمي؟ مشان زهرة، لحد هلا ما شفت حدا دق بابنا مشانها. ابن عمي انت ليش مستعجل على البنت؟ امسكي وعدتني بعريس مرتب لزهرة، ويوم الأربعاء عندنا شوفة بالحمام، رح آخذ معي زهرة وخيرية، ولا إلا خيرية ما رح آخذها معي، وإن شاء الله ما بصير إلا الخير. لك أنا بس بدي أفهم، شو اللي مو عاجبك بشغيلي رياض؟ لأنه أندبوري وما حيلته شيء، بعدين بلا مؤاخذة ماله ابن عيلة. بعدين يا ابن عمي بدك تشتري له بيت والله مين حلو بحقك، شو بدها تحكي الناس؟ بدهم يقولوا اشترى الصهر مشترى، ولو ما اخذ له بيت ما كانت نفقه البنت من عنده. لك يا ام خاطر، ليش انا ما بتمنى اشوف بنتي معززه ومكرمه مع ابن الحلال اللي بريدها إلها لشخصها وما يطمع ببيت او شغل؟ بس هي رب العالمين وهي حكمته. نحن اذا ما سعينا نستر هالبنت رح تضل قاعده بخلقتنا، ونحن ما لنا دايمين لها. بكره خاطر بتجوز وبتجي الكنه وبصير خدامه إلها ولاولادها. خلص ابن عمي لا تزعل، ان شاء الله بنتك زهره ما بتتجوز غير جوازي ترفع راسك وتعجبك. من تمك لباب السماء.